من وسائل تزكية النفس إغلاق الأبواب. عن أي أبواب تتحدث؟ أقول إن من وسائل تزكية النفس في زماننا هذا على وجه الخصوص إغلاق الأبواب. أي أبواب وعن أي أبواب تتحدث؟ أتحدث لكم عن الأبواب التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها قبل 1400 عام ويزيد. أبواب يا كرام دخلها الناس واقتحموها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أبواب حذرنا منها النبي صلوات ربي وسلامه عليه في حديث النواس بن سمعان عند الترمذي والنسائي بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: واستمع بقلبك لتزكو نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران عظيمان، وفي الأسوار وعلى الأسوار أبواب مفتحة، أبواب مفتحة. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران عظيمان، وعلى الأسوار على السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، ستور مرخى، وفي أول الصراط داع يقول: هذا صراط الله فسيروا عليه ولا تتعوجوا لا تنحرفوا. ومن فوق الصراط داع يقول: إذا أراد أي إنسان أن يقتحم الأبواب أن يرفع الستور المرخى عن الأبواب فوق الصراط، داع يقول لهذا الإنسان الذي يريد رفع الستور المرخى، يقول: إياك أن تفتحه فإنك إن فتحته تلجه، إياك أن تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران العظيمان فهما حدود الله، وأما الأبواب التي عليها الستور المرخى فالمحارم، الشهوات، شهوة اللسان وشهوة العين وشهوة الفرج وشهوة البطن. أما الستور المرخى فالمحارم، وأما الداعي على رأس الصراط فكتاب الله، وأما الداعي من فوق الصراط هذا الذي ينادي على الذي يريد أن يتقحم تلك الأبواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. أسأل الله أن يحيي هذا الواعظ في قلوبنا. هذا الحديث العظيم يا كرام والله يصور حالنا اليوم. أبواب مفتحة عليها ستور مرخى، أبواب فتحت على مصراعيها للناس. الزنا، الزنا الصريح تراه وتشاهده في بيتك بتقليبك للقنوات بتحريك أصبع في أقل من لحظات، ترى الزنا يا كرام أمام عينيك. لا أقول متبرجة ولا أقول سافرة ولا أقول ساقطة جلكم الله، بل أقول الزنا الصريح، الفروج المغلظة، عافانا الله وإياكم. صار المسلم يراها جهارا عيانا، يعطي الجوال، هذه الأجهزة الذكية قد لا تكون زكية على نفوسنا. فالحذر، الحذر يا معاشر المسلمين من هذه الأبواب التي في لحظات قد تلج بك إلى الجحيم، عاذنا الله وإياكم من النار. ستور مرخاة يا كرام على هذه الأبواب، أبواب الشهوات. إن من مقاصد الماسونية العالمية أخزاها الله وقاتلها إغراق الناس في بحر وسيل عرمرم
من الشهوات يا كرام والشرور. والله بالأمس تسمع غير مسلم يقول حينما يمسك جواله ويعطيه لولده تخرج له إعلانات ومقاطع على هذه القنوات قنوات التواصل الاجتماعي، قال تدعو إلى الفجور والرذيلة، وحينما أمسكه أنا بيدي تظهر لي إعلانات ومقاطع تتعلق باهتماماتي أنا. فنقول ويقول إن هذه المواقع والقنوات وسائل موجهة لهذا الجيل، وأنتم في اختبار أمام الله جل وعلا، وستقف بين يديه وبين يديك جوالك وبين يديك جهازك وشاشة تلفازك وبين يدي ذلك كله زوجتك وابنتك وولدك، ألقيته في اليم مكتوفا وقلت له إياك إياك أن تبتل بالماء. الحذر يا كرام، الحذر من هذه الأبواب، واحذر يا مسلم. يسألنا ويحسن الظن بنا غير واحد من الشباب يقول أعلق في الشهوات، إن بحثت عن السبب واحدة من هذه الوسائل أوصلته إلى فاجرة تبيع فرجها في ثمن بخس وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا نحرمها ولا نقول ليس فيها زكاء، بل فيها زكاء، لكن إياك أن تكون، وقلتها في خطبة مضت، إياك أن تكون مستخدما بليدا، لا تدري ما ينشر ولا تدري ما يقال ولا تدري ما يكتب، وستدري حينما توضع في حفرة بين الجنادل والتراب.